وفراس الدليمي معنا الآن عبر الهاتف. أهلا بك فراس، أنت كنت يعني حاضرا في جلسة البرلمان هذا اليوم، ما الأبرز، ما ملخص ما دار ضمن قبة البرلمان؟ كانت اليوم الجلسة مليئة وحافلة بالملفات والقوانين التي المهمة التي كان من المفترض أن تمرر اليوم بحسب الاتفاقات والاتفاقات السياسية بين زعماء الكتل السياسية، خصوصا قانون العفو العام والمساءلة والعدالة، إضافة إلى قضية استجواب أو سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي. لكن كما يجري كالعادة بعد هذه الاتفاقات المسبقة ومن ثم تدخل هذه القوانين والقضايا داخل جدول أعمال الجلسة، إلا أن الجميع تفاجأ اليوم بعدم التصويت على قانون العفو العام. هذا القانون المهم الذي تنتظره شريحة مهمة من العراقيين الأبرياء الذين قضوا سنين داخل السجون بسبب قضايا كيدية والمخبر السري وإلى آخره من القضايا الأخرى، لكن دولة القانون انسحبت مرة أخرى من داخل الجلسة وخلت النصاب، وبالتالي لم يستطيع البرلمان أن يمرر هذا القانون. أيضا قبل أن تعقد هذه الجلسة قد رفع من جدول أعمال الجلسة قانون المساءلة والعدالة أيضا بسبب خلافات بين الكتل السياسية. اليوم كان هناك حقيقة خلاف وانقسام كبير بين النواب داخل قبة البرلمان بخصوص هذه القوانين المهمة، خصوصا قانون العفو العام. كما ذكرت أيضا هناك كان تعقيب لكتلة الأحرار التي كانت تنتظر تمرير هذا القانون من أجل إطلاق سراح أتباع زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر الذين سجنوا أثناء ولاية نور المالكي، خصوصا بعد أن قام بصولة الفرسان وتم اعتقال عدد كبير من أتباع السيد مقتدى الصدر، وبالتالي هناك مواقف متباينة حول هذا الموضوع. سحب الثقة من وزير الدفاع أيضا كان من ضمن جدول الأعمال، إلا أن أيضا كان هناك انقساما واضحا وكبيرا بين أعضاء المجلس. هناك من يقف مع سحب الثقة وهناك من لديه رأي آخر إلى تأجيله وليس عدم التصويت على الموضوع، لكن تؤجل إلى معركة بعد معركة تحرير الموصل، خوفا من تأثير هذا الملف على حرب تحرير الموصل خصوصا، وأن الكثير من الضباط الذين مع خالد العبيدي في هذه القضية هم مرتبطون بصفقات التي ذكرها والتي اتهم بها النواب ورئيس البرلمان، وبالتالي إذا تم سحب الثقة منه يجب أن يحال العديد من الضباط الكبار في وزارة الدفاع إلى القضاء من أجل التحقيق معهم بهذه الملفات. وبالتالي أرتى البعض بتأجيل التصويت على هذا الموضوع، موضوع سحب الثقة من وزير الدفاع. وحقيقة رفعت الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب وتأخرت كثيرا إلى أن فراس الدليمي مراسلنا من بغداد كنت معنا عبر الهاتف.